السلام عليكم ورحمة الله. أنا سعيد الجمالي من المغرب. كنتمنى أنكم تكونوا في كامل الصحة والعافية وأنتم كتشاهدوا هذا الفيديو. بدأت معكم في اليوتيوب في قناة مجلة الأسرار منذ سنة 2017 وما زال مستمر رغم العديد من العقبات. وفي هذا الفيديو غادي نجيب لكم مجموعة من اللقطات والصور من الأرشيف من الفيديوهات اللي دوزنا فيهم أوقات جميلة ولحظات رائعة برفقتكم. وأنا سعيد أيضا أقدم لكم محتوى راقي ومحتوى في المستوى باش نزيدوا بالمحتوى العربي إلى الأمام. ايضا كنذكركم بانه عندي قناه جديده، قناه خاصه بالفلوغات، فيها الشخصيه ديالي والحياه ديالي الشخصيه، الرحلات والجولات داخل المغرب في العديد من المناطق وكذلك خارج المغرب الى تيسرات ان شاء الله في المستقبل. غادي نصوروا في العديد من الدول في الخارج. كنتمنى انكم تشتركوا في القناه الجديده اللي هي باسم سعيد الجمالي، وايضا قناه مجله الاسرار زينتوها وانتم اجمل ما في مجله الاسرار. كنشكركم وكنخليكم مع هذا التصور ومع هذا التقرير. الى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله. أنا سعيد الجمالي من المغرب. سعيد أيضا
كانوا هادو مجموعة من الصور واللقطات من الأرشيف ديال مجلة الأسرار، وكذلك بعض اللقطات من الفلوقات اللي كاينين في قناتي الشخصية اللي هي سعيد الجمالي. غادي تلقاوها في الوصف أسفل الفيديو. كنتمنى أنكم تكليكيو على زر ديال سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس باش توصلكم الإشعارات بأي فيديو جديد نلوحو في القناة. كنتمنى أنه يكون الفيديو نال الاستحسان ديالكم وبعيد عن الملل. كان معكم سعيد الجمالي، مصمم جرافيكس وكذلك معلق صوتي ومنشئ محتوى على مجلة الأسرار ومسوق إلكتروني في الإنترنت. كنشكركم. Die with no regrets, live with every breath. See my message start to spread, and I had so many dreams. When you hit your teens, life ain't really what it seems. Try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my heart.